ماهر الكنزاري، ماهر الكنزاري طويلة في اتجاه الجعادي، الجعادي حسن الجابسي، والهدف الأول، الهدف الأول من مدافع موريتانيا. الكرة قدش فيها عربي بالبرج، عربي بالبرج اللي من مواليد 1955، والهدف الثاني، الهدف الثاني من زياد الجزيري. زياد الجزيري أصر والإصرار بتاعه على الهدف الثاني. سراج الدين الشيحي، حسن الجابسي، حسن الجابسي والتسلل مرة أخرى، طارق توا مش متسلل، توا طيب العملية، طارق ثابت انطلق، عماد المهدي مش متسلل ويسجل هدف الثالث، طيب العملية، هنا ثم